تنافست أبل وجوجل على شراء أفكاره بملايين الدولارات، وفر على مليارات البشر شراء تطبيقات الهواتف الذكية. قصة نجاح ملهمة لشاب ما منع الفقر من أن يكون من أكبر المبدعين وينافس أكبر شركات التكنولوجيا. السلام عليكم، معكم هند من قناة الفوكس، وتعالوا نأكل راسكم بشخصية جديدة. عمر الحموي مواليد حماة سوريا، هاجر هو وعيلته لأمريكا بالثمانينات للبحث عن عمل، ومن لما كان صغير كان يحلم انه يصير دكتور. وبيوم من الايام اشترى له ابوه جهاز كمبيوتر، كان وقته عمر بالصف الثالث او الرابع ابتدائي، وكان كثير يستمتع لما يلعب على هذا الجهاز. ولما وصل الصف السادس انتقلت عيلته من وسط كاليفورنيا لجنوبها، وفي المرحلة الثانوية بدا عمر يهتم بالبرمجة، وهذا اللي خلاه يدخل تخصص علم حاسوب في جامعة كاليفورنيا. في عام 1998 تخرج عمر وحصل على درجة البكالوريوس. في السنة الرابعة من دراسته انشأ اول شركة خاصة فيه اللي سماها Vertical Blue، اللي كانت بتقدم استشارات في تطوير البرمجيات مثل المواقع والفلاش. شوي شوي بلشت الشركة تحصل عقود وتكبر، وبلش عمر يوظف ناس فيها. بس للأسف في عام 2001 انهارت الشركة، واللي كان بسبب أزمة الإنترنت واللي وقتها كان اسمها فقاعة الدوت كوم. وإذا حابين تعرفوا أكثر عن فقاعة الدوت كوم اكتبوا لنا تحت بالتعليقات، بوعدكم إنه ما راح نسويها. وبعديها بلش عمر يبحث عن شغل، وبأقل من سنة اشتغل بالشركة الكبيرة سوني بيكتشر، وفيها تعرف عمر على بعض الأصدقاء. وبهاي الفترة كانت بداية ظهور الموبايلات المدموج فيها كاميرا، وهون عمر وأصدقائه فكروا بفكرة برنامج بسيط انك تحط صورة على ملف صوتي تقدر تتفرج عليهم عن طريق المتصفح. وبعديها عمر واثنين من أصدقائه قرروا انهم يطلعوا من شركة سوني وينشئوا شركة جوبيكس القائمة على هاي الفكرة. بس عمر ما وقف هون، فكر شوي ولقى انه ليش ما ننشئ الفكرة كموقع تواصل اجتماعي بدل ما هو تطبيق بسيط على الموبايل. ايامها كانت مواقع التواصل الاجتماعي زي فريندستر ولينكدين مشهورة، وبالفعل أنشأ موقع فوتوشاتر، وكان نقلة رهيبة من تطبيق بسيط تجمع فيه صور وملف صوتي لموقع تحط فيه صور وتنشئ صداقات وترسل رسائل وتتلقى تعليقات. بدأ ينشر بهذا الموقع وحصل إقبال كثير حلو، بس ما كان قد التوقعات اللي حاطها عمر. والنشر ما كان سهل بهذيك الفترة لأنه الطريقة الوحيدة كانت عن طريق جوجل، وكانت التكلفة مقابل النشر عالية كثير. فقرر يتواصل مع موقع جيت جار وحكى لهم بدي أعلن عن موقعي بموقعكم مقابل مبلغ بسيط. وهون بدت الفكرة اللي غيرت عالمنا للآن. قرر عمر إنه يعمل نظام إعلانات ويب وموبايل سهل لأصحاب الشركات والعمل، وبدأ بإنشاء المشروع الشهير آدمو، واللي قائم على فكرة تحويل تطبيقات الموبايل مجانية لجميع المستخدمين والاعتماد على الإعلانات اللي بتطلع فيها للحصول على الأرباح. وهذا الإشي بيضمن لمطورين البرامج الحصول على العائد المادي من خلال المعلنين. وخلال 3 أشهر فقط أنشأ عمر أول نسخة من الآدمو، وكبرت فكرة عمر بشكل واسع حتى أنها جذبت شركات كبيرة لشراء هذا المشروع. وهاي الفكرة جذبت نظر ستيف جوبز صاحب شركة أبل، وقرر إنه يقدم له عرض لشراء مشروع. بس عمر تأنب القرار وما أعطى أي موافقة لحد ما قدمت له شركة جوجل عرض ب 750 مليون دولار. فوافق عمر على العرض بشرط انه يضل رئيس التنفيذي للشركة ويضلوا الموظفين على رأس عملهم. حتى بعد هاي الصفقة العظيمة ما وقف عمر من تطوير افكار جديدة في عالم التكنولوجيا. وفي عام 2012 طلع العبقري عمر بخدمة جديدة تسمى ميبي للتصويت الاجتماعي، حيث اصبحت الخدمة فيما بعد مصدرا لشركات ومؤسسات ودول في الحصول على معلومات اجتماعية صحيحة تقوم على اساس التصويت للافراد. كما تساعد هذه الخدمة المستهلكين على اتخاذ قرارات الشراء عن طريق تصويت يشارك فيه اكثر من شخص ويتم طرح الخيارات والاراء. يعمل حموي منذ عام 2013 كشريك اساسي في شركة سيكوا كابيتال اللي بتقدم خدمات في جميع انحاء العالم وبتستثمر بقطاعات مختلفة. اكتبوا لنا تحت بالتعليقات اذا عجبتكم الحلقة، واسلخوا زر اللايك والاشتراك، ولا تنسوا تفعل الجرس مشان توصلكم فيديوهاتنا اول باول. كان معكم هند من قناة الفوكس، ونشوفكم في فيديوهاتنا الجاي. سلام.